تفضل يا أبو كادي من الرياض معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، لو سمحت أبو كادي إذا كان عندك تلفزيون تقصر شوي، لأن فيها تردد عندنا، اكسر التلفزيون شوي. أبشر إن شاء الله. إيه لأن فيه تردد. تفضل أبو كادي. السؤال الأول، عندي الوالدة الله يحفظها وإياكم، صلي صلاة الليل أو صلاة الوتر على أذان الفجر أو إذا أذان الفجر، وهي وتقول إني أصلي وهي تغمض في الصلاة، ما حكم الوقت الصلاة والتغميض في الصلاة؟ عنده الوالدة نعم. فضيلة الشيخ تقول تصلي صلاة الوتر على أذان الفجر. أذان الفجر يختلف، إذا كان المؤذن يقدم الأذان قبل طلوع الفجر لأجل أن يستيقظ الناس ويتهيأوا فلا بأس، يصلي ويوتر ولو بعد الأذان الأول. أما إذا كان الأذان على طلوع الفجر فقد انتهى وقت صلاة الليل وانتهى وقت الوتر، فيقضيه في النهار يعني بعد ارتفاع الشمس، يقضي وتره ويشفعه. نعم.